لو الحكايه فيها ان فيتو انت بتمتحن ايه يا عبد الرحمن؟ كنت مبدأنا فرنساوي. امتحان الفرنساوي كان مستوى عامل ازاي؟ هو كان مستوى كان صعب يعني مستوى طل المتميز هو كان صعب يعني كان فيه نقاط صعبه هو كان فيه كان كل النقاط صعبه الوقت كفى ولا ما كفاش؟ لا ما كفاش هو النظام بتاع الجبنه ده ارخص حاجه فيه الوقت الحال كان طويل يعني مش بيدي مساحه الواحد ان هو يحل طيب كان في حاجه من بره المنهج او لا لا الحمد لله كل حاجه عملناها الحمد لله امتحان الالماني مستوى الالماني كان عامل ازاي؟ كان سهل ولا صعب؟ لا كان كويس الاسئله طب كانت واضحه ولا تمام زي الفل الوقت كان كافي للامتحان ولا الوقت ساعتين حلو بالنسبه للنظام اللي هو دوت فانت ما بتاخدش وقت ان انت بتنقل يعني يبقى عندك ورقه اجابه او بيترقم انت بيسهل عليك الوقت انت شايف ان نظام البوكلت ده احسن من النظام الثاني ولا طبعا ليه كده بقى مش كتير وهينا امتحان سهل ولا صعب هو يعتبر سهل يعني مستوى الطالب المتوسط كان في نقط غريبه او حاجات من بره المنهج لا مش كتير بس هو لازم يعني في اي امتحان تكه 2 او 3 في الجرامر او كده بس يعني من المقرر طب نظام البوكلت ايه رايك فيه هو من رأيي أنا هو يعني يعتبر نظام حلو عشان يحس توفير الوقت والمساحة بتاعت الأسئلة وكده.